الادخار وسيلة مصرفية لتنمية اقتصادية شاملة، شعار اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إحياء لليوم العالمي للادخار، مناسبة أكد من خلالها الوزير الأول وزير المالية على إعادة تفعيل آلية مهمة وهي تنصيب المرصد الوطني للادخار. نلتقي اليوم من أجل إعادة تفعيل آلية من أهم الآليات في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى في قطاع البنوك التي باشرتها الحكومة تطبيقاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، ألا وهي تنصيب المرصد الوطني للإدخار باعتباره هيئة تحليل ومتابعة وتحيين المعلومات تجتمع فيها مختلف مكونات المنظومة الوطنية للقطاع المصرفي، البنوك، تأمينات والتحليل والإحصاء، وكذا خبراء وباحثين في المجال. أيمن بن عبد الرحمن أكد على ضرورة العمل لكسب ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين لاستقطاب الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية. عن الأموال المتداولة في السوق الموازية، طبعا إننا نعمل على مستوى الحكومة على وضع جميع المقاربات التي تسمح لنا بالمضي في جلب هذه الكتلة الموجودة على مستوى السوق الموازية، ولكن هذا لن يتم إلا بوجود إرادة فعلية وحقيقية على مستوى البنوك التي يجب من الآن فصاعدا أن تعمل بجدية وبدون هوادة من أجل التحسيس بضرورة أتمت البنكاريزاسيون، أتمت الأموال الموجودة في السوق الموازية، وهذا لن يتم إلا إذا شعر المتعاملون بعامل الثقة. ترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع أمر من شأنه تحقيق الإقلاع الاقتصادي، غير أنه لا يتأتى إلا بمساهمة البنوك، المتعاملين والمواطنين على حد سواء.